ازاي اقدر برضو اقيس الاوزان؟ لان برضو عشان اعمل عضل او عشان اعمل شيب او علشان اعمل تونينج ان انا اشد الجسم يعني لازم بيبقى فيه ويتس، ما ينفعش ان انا العب يعني حتى ساتس كده من غير ويتس يعني. فلو انا في البيت ازاي اعمل ده؟ يعني دي مثلا سهله، دي بتتباع ده 2 كيلو كستارت طبعا لاي سيده، ده بدايه 2 كيلو ده ولا حاجه يعني، بس ممكن نبدا بيها وتتجاب عادي في البيت وتلعب بيها يعني. مزبوط. لازم يبقى فيه ويت صح كده؟ مظبوط. طبعا انت قلتي ان دي حاجه ولا حاجه، احنا طبعا عندنا الخوف الفظيع الناس اللي في البيت او في الجيم، احنا بدانا نغير الثقافه دي كمان. الويت ما بيعملش عضلات، مش هيخليني ولد، مش هيخليني عندي عضلات صح كبيره. دي ثقافه موجوده، بنقعد نقنع الناس، الناس تيجي تقول لا انا مش هشيل ويت، الدكتور قال لي اوعي تشيلي ويت، مش هو ده اللي بيتخنا خالص، ده بالعكس هو ده اللي بيخلي شكل جسمنا ملموم، عضلاتنا مشدوده، شكل جسمك مشدود. فاحنا بنبدا بالبيزك يعني، لو 1 كيلو 1 كيلو بنتمرن بيهم فتره، هيحصل لي ادابتيشن من الكيلو، خلاص تبقى حاجه بسيطه قوي. ده لو جبت ازازه ميه صغيره وحطيت فيها رمل او ميه هيبقوا عندي 2 ويكس، هتبقى حاجه حتى لو انا مش لسه عارفه اشتري. نبدا بكيلو 2 ويكس، نبدا نطلع بعد اسبوعين 2 كيلو 3 كيلو، بس احنا ما بنشيلش اقصى يعني اقصى حاجه عندنا في التمرين الواحده، لا انا باخد مثلا لو انا بشيل مثلا 100 كيلو فانا هبدا اخد منهم اول حاجه 20 كيلو اتمرن بيهم لان انا لسه بيجنر، فولا بطلع لويت عاليه قوي ولا بنزل لاقل قوي لان انا العضله قويه بس محتاجه ان انا اقويها بحاجه خارجيه. طول ما انا هقعد اشتغل كده مش هتديني اي نتيجه، لازم احط لها مؤثر خارجي عشان ابدا اشتغل. عضلاتي وجعتني بعد التمرين، دي حاجه كويسه جدا، مفيش اصابه، ما اخدش مسكن، دي الجيم ما عمليش خطر. البيت لو انا عملت شويه، لو نفضت جامد شويه او عملت حاجه بنقوم عضلاتنا وجعانا، دي حاجه هايله. بنقعد نقول لهم دايما اطمنوا، ما تاخدوش مسكن، ما تتعبوش، لا كملوا، اعمل مور اكتيفيتيز، هو ده اللي هيخلي عندي عضلات وشكل جسم متناسق. حلو قوي الكلام ده. وكمان في نقطه تانية بيعاني منها او بتعاني منها معظم السيدات، لو هنتكلم في مصر ان ده راجع للثقافه شويه، الجسم بيبقى مش مشدود يعني، ممكن حتى واحده يبقى جسمها متناسق يعني والويت بتاعها صحي وكل حاجه لكن جسمها مش مشدود، فده بيبقى وحش قوي، ده يمكن بيبقى سيء جدا على النفسيه يعني. فازاي ممكن ده برضو نعالجه يعني؟ هتورينا تمرينات مثلا عملي ممكن ان هي تعمل نعمل ده في نفس للجسم. الوقت احنا اكتر حاجه بنقعد نقولها ما نخسش بدايت بس، الدكتور اللي هيقول لنا خسي بدايت ما تروحيش الجيم، اجري بسرعه منه ما تكمليش معاه، صح، لان انت بتخسي بدايت بس بيبان انك عيانه والجلد نفسه بيبقى مش بالزبط. حلو حتى بتوقعي عضلات، بتفقدي كميه عضلات فظيعه، شكل جسمك هتتخسي وتبقي شكلك تحفه بس بعد كده ما بترجعيش بقى تدوري على الخارجي ولا حاجة الداخلي على فكرة. ما هو بقى الداخلي بقى بيبقى الشكل مش متناسق يعني الترهلات زادت جدا. احنا بقى نحاول نلحق ده قبل ما نوصل للفتره دي. فاحنا مع تمرينات التونينج عامه او التمرينات اللي بنعملها في الجيم او في البيت هو ده اللي بيخلي العضله مشدوده وهخس بس بالتغذيه.